حماس تختار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية ليكون رابع رؤساء المكتب السياسي على مدار تاريخ الحركة منذ عام 1987. لكن ما الذي دفع حماس لاختياره من بين كل المرشحين المحتملين؟ الأسماء المطروحة سابقاً مثل خليل الحية أو خالد مشعل أو غيرهما كانت ستخلق خلافات داخل الحركة، فهي أسماء لا يوجد توافق حولها، بخلاف السنوار الذي برز نجمه لدى أنصار وعناصر حماس بعد 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي أكده القيادي في حماس أسامة حمدان، ما يعني أن الحركة خشيت من تفسخ داخلي قد يحدثه اختيار أي رجل آخر غير السنوار. كذلك يفسر محللون قرار الحركة بأنه محاولة لإعادة ثقلها إلى داخل قطاع غزة، خصوصاً مع ضغوطات مارستها الدول المضيفة للحركة في الخارج، والتي زادت خلال المفاوضات مع إسرائيل لإبرام هدنة وصفقة تبادل. ومع عودة رئاسة المكتب السياسي إلى داخل غزة، يتوقع أن تتقلص الضغوطات الخارجية على الحركة وقادتها. أما ثالث تفسيرات المحللين للقرار المفاجئ، فهو إرسال رسالة إلى أن بديل هنية الذي كان من حمائم حماس هناك السنوار الذي يقود حالياً جناح الصقور، ما يعني تصعيب شروط التفاوض مع تل أبيب أو بالحد الأدنى عدم خفض سقفها.